السلام عليكم، من صلابة الجليل، لاعب أكاديمية بارادو، بوست أكسيال دروا للتحضيرات اللي تجرى بأفضل شكل. الحمد لله رانا مع ليزونتينور تاعنا في نحضروا وإن شاء الله نكونوا في المستوى. التحضيرات راهي تكون في المجال التكتيكي، حيث أن نلاحظ بأن اللي زونتينر تاعنا راهم يعتمدوا على هذا الشيء باش ان شاء الله نكونوا حاضرين ونمدوا كاع واش كاين في الكاليفيكاسيون ان شاء الله. كيف حنا عندنا اليوم ايدي، الحمد لله لي زونتينر تاعنا وراونا لي فيديو تاعهم كيفاش نخدموا يلعبوا قدامنا، وديجا لعبنا احنا معاهم من قبل في ان تورنوا اميكال في ليونافت دور شمال افريقيا في 2017، والحمد ان شاء الله نكونوا في المستوى. الهدف تاعي هو هدف اي واحد يحلم بحمل القميص الوطني، وهو بتشريف الرايه الوطنيه خارج البلاد وحمل وتشريف كذلك اسم العائله ان شاء الله. السلام عليكم، بوعلى محمد الامين، لاعب جمعيه وهران فئه اقل من 16 سنه، مدافع ايمن. كثيره جيده بمساهمتكم من طاقم فني واداري ومدربين، ويفرونا كل الشروط حتى نكون في حسن ظنهم. هدف أهداف مسطرة، أنا هدفي تألق إن شاء الله، وهدف كل مجموعة تأهل إن شاء الله إلى كأس إفريقيا 2019 بتنزانيا. التحضيرات إحنا كنا on a planifié le travail تاعنا، on a fait une planification du 23 juin حتى le 29 من شهر أوت حتى المنافسة. Donc, on a 7 cette microcycle de préparation. Donc, on a ciblé les objectifs par rapport à ce qu'on a fait le Moustawa. Nous avons fait le Moustawa. اليوم الهدف تاعنا وهو في كل منافسة كان أهداف. إحنا الهدف الأول وهو على المستوى المتوسط والبعيد يكونوا اللاعبين هذو ديجان طالون، عندنا دي جو بروميتور اللي يكونوا من على 4 سنوات يكونوا الأحسن، ولكن دائما كيكونوا هكا أن أوبجيكتيف أكور تام نلعبوه بكل قوة، وهو الهدف وهو التأهل إلى كأس إفريقيا تنزانيا، لأن أول مرة هذه تاع اليوناف يكون لا كومبيتيسيون تتلعب على تتحكم فيها الاتحاد الافريقي، وهو كاين لا فيريفيكاسيون دونك لي تيست ديال الاعلام باش يكونوا اللاعبين اللي عندهم السن اللازم باش ينافسوا، يكون تنافس يكون بين اللاعبين في هذه الفئه العمريه. حنا اللي اثر فينا وهو في الفئه في البيريود التاليه وهو اللاعبين الممتازين اللي كانوا في الفريق كبن خادم قلب هجوم كشوطي ك كصابر كطوبال اللي خرجوا لنا من المجموعه، وهذا بعد ما درنا لهم ان تيست على الاعلام. دونك سي دو جوا كي سون ني اون 2002 مي مالوريزمون ايزون اتان لاج اوسو، دونك لاج دو كرواسونس رابيد بارابور ا لاج اوسو ميسي بارابور ا لاج تاعهم دو نيسونس. دعمنا الفريق من لاعبين اقل من 15 سنه، وكنا فانيك عندنا دي بوليفالونس وين بدلنا صرنا ان ديزيكيليب او نيفو دو ليفيكتيف، مي اون اي سي دو ريكتيفي دون لي ماتش اللي لعبناهم. الحاجه اللي كانت ناقصتنا وهو المباراه الدوليه، ما لعبناش المقابله الدوليه، خاص لو ميور بارامتر بور ايفالي لي جوار سي لا كومبيتيسيون انترناسيونال باش نلعبوا المقابلات مع الفرق ما بداوش حتى في الاسابيع الاخيره، وين لعبنا مع مباراه مع اقل من 21 سنه كفريق جمعية شلف في نصر حسين داي، لعبنا مع 20 سنة مع بارادو. دونك كنا الأحسن هي المقابلة الدولية، ولكن هذه هي ظروف العمل. حنا حضرنا كما ينبغي، وإن شاء الله حنا ما نقولوش باللي نروحو نشاركو. لوبجيكتيف فوني ديتيرميني كي لو جوا كي لو ستاف تكنيك، إن شاء الله نكونوا في أحسن فئة، حنا نعطوا أحسن صورة للفئة العمرية هذه، أحسن صورة للجزائر للاتحاد الجزائري. وحنا متفائلين ان شاء الله، بوركوا با سي دي جو سي دي جوار في اللاج هذا يكون عندهم نفس المستوى، تكون سي ليكسبو انديفيديال عندنا اللاعبين من الناحيه الفرديه من الناحيه الجماعيه،
وان شاء الله نروحوا باش نشرفوا الكره الجزائريه والفئه هذه تاع العمريه تاع الجزائر.